تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، ومن خلال هذا البرنامج نستقبل اتصالاتكم وأراءكم وملاحظاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. ومستمعينا الأعزاء، نأخذ هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن واحد من كل خمس أشخاص بالعالم عرضة للإصابة بكورونا فيروس. أفادت دراسة نشرتها مجلة لانست الطبية إن واحدا من كل خمسة أشخاص بجميع أنحاء العالم لديه حالة صحية مسبقة تجعله عرضة للإصابة بأعراض حادة لمرض كوفيد-19 إذا أصيب بفيروس كورونا المستجد. وخلصت الدراسة التي أجراها فريق باحثين من مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة إلى أن 1.7 مليار شخص، أي نحو 22% من سكان العالم، في وضع صحي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة مرض كوفيد-19 إذا انتقل لديهم الفيروس. واستند أيضا الباحثون في دراستهم على بيانات جمعت من 188 دولة. وقال أندرو كلارك المعد الرئيسي للدراسة إنه وبينما تخرج الدول من العزل تبحث الحكومات عن أشكال لحماية المواطنين الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس الذي ما زال منتشرا. أما الآن مستمعينا الأعزاء وفقرتنا الأولى، فقرة التغذية، وتحت عنوان فقر الدم وامتصاص الحديد مع اختصاصية التغذية بهيئة الصحة بدبي الأستاذة عفرة القطان. صباح الخير أستاذة عفرة. نفس ما تطرقنا، موضوعنا اليوم راح يكون الأنيميا أو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. فقر الدم عندنا عدة أنواع، لكن يعتبر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو الأكثر أنواع فقر الدم شيوعاً، حيث عندنا مثلاً كريات الدم الحمراء يكون فيها تفتقر للحديد، اللي هو تفتقر للحديد اللي هو الهيموغلوبين، اللي هو يعتبر المكون الرئيسي في الدم. وظيفة هذا الهيموغلوبين هو نقل الأكسجين إلى أعضاء وأنسجة وخلايا الجسم لتغذيتها، فتقوم بوظيفتها بكفاءة عالية. عند الإصابة للأشخاص بفقر الدم اللي هو ناتج عن نقص الحديد، حالات النقص الحديد الشديد إحنا نتكلم، تكون الأعراض مثل التعب العام، ضعف التركيز، حبوب الوجه، عدم انتظام ضربات القلب، ضيق التنفس، وخاصة عند النساء أو الرجال تساقط الشعر. يتم تشخيص المريض من خلال فحص الدم. إذا كانت نسبة الهيموغلوبين في الدم للرجال أقل من 13 جرام لكل ديسيلتر، أما للنساء أقل من 12 جرام لكل ديسيلتر. مخاطر الإصابة للإصابة بفقر الدم تعتمد على عدة عوامل، منها مثلا العمر، التاريخ المرضي، ونمط الحياة طبعا الغير صحي. من هم الأشخاص المعرضين للإصابة؟ أن النساء بصورة عامة هن عرضة للإصابة بالأنيميا أكثر من الرجال، خاصة لأن بعض النساء اللاتي مثلاً يفقدن الدم بسبب قذارة الدورة الشهرية أو بسبب الحيض، أن النساء الحوامل والمرضعات، الأشخاص الخاضعين لعمليات كبرى وإصابات، أن مثلاً مرضى الجهاز الهضمي مثل مرض الكرون، مرض السيليار، أن أيضاً مرض القولون، حيث اضطرابات الأمعاء تقل قدرة
الجسم على امتصاص الحديد. أن أيضا النباتيون الذين يستقر طعامهم إلى مصادر حيوانية غنية بالحديد، أن الأشخاص الذين يأكلون حميات قاسية تفتقر لمصادر الحديد الغذائية طبعا، أن أيضا الأطفال والرضع خاصة الخدج الذين ولدوا بأوزان منخفضة. تمام، هاي بشكل عام هم الأشخاص المعرضين للإصابة. الأسباب نفس ما ذكرنا تقريبا راح تكون نفس النقاط المذكورة، أن نفس النظام الغذائي الذي يفتقد مصادر الحديد الغذائي، أن التعرض لفقدان الدم مثل نتيجة عن حادث أو أمراض الجهاز الهضمي مثل النزيف وإصابات القولون. نفس ما ذكرت سابقا النساء اللي عندهم كمية غزيرة من الدم خلال فترة الحيض، والنباتيون أيضا. تمام، عندنا مصادر الحديد الغذائية تنقسم إلى نوعين، مصادر حيوانية نفس ما نعرف مثل البسوم بكل أنواعها، والمصادر النباتية. عندنا قدرة الجسم لا يمتص الجسم الحديد من الأغذية النباتية بنفس جودة مصادر الأغذية الحيوانية، لذلك يجب تعزيز امتصاص الحديد من المصادر النباتية بعدة طرق. عندنا دراسات أيضا أثبتت أن إضافة هذه المأكولات إلى المصادر النباتية سوف يعزز امتصاص الحديد. مثلا أن إضافة البسوم الدجاج أو السمك إلى الأكل النباتي يعزز امتصاص الحديد. مثلا إذا ضفنا اللحم إلى الحمص راح يزيد امتصاص الحديد للجسم من الحديد الموجود في الحمص. إضافة اللحم إلى القمح مثل أكلة الهريس كذي بنعزز امتصاص الحديد من القمح. أيضا عندنا إضافة مصدر الفيتامين جيم أو مصادر الفيتامين سي إلى الأكل النباتي مثلا إضافة الليمون أو الفراولة، الطماط، الكيوي، الفلفل الحلو. هاي الأكلات النباتية الغنية بالحديد أو الغنية بمصادر الفيتامين جيم ضفناها إلى السلطات اللي تحتوي مثلا على السبانخ اللي هو مصدر حديد نباتي، أيضا راح يزيد من امتصاص الحديد الموجود بالسبانخ. إذا أضفنا الطماط مثلا على البقوليات أو أضفنا الفراولة أو الكيوي طبق الشوفان اللي هو يعتبر وجبة ممتازة للإفطار راح نزيد امتصاص الحديد الموجود في الشوفان. عندنا أيضا بشكل عام المصادر الغذائية الغنية بالحديد ما ذكرت اللحوم بشكل عام خاصة الكبد، أن الأسماك سمك السردين مثلا، الخضروات الورقية الخضراء مثل المرقوق البروكلي السبانخ، أن أيضا البقوليات مثل الأجاز الفاصوليا والبازلاء، والأطعمة المدعمة بالحديد مثل حبوب الإفطار المدعم والأرز المدعم. طبعا المريض يحتاج إلى مكملات الحديد في حالة الإصابة بفقر الدم الشديد، لكن عدم تناولها ينصح عدم تناولها بدون استشارة الطبيب، لأن معروف تناول جرعات عالية من الحديد غير مناسبة للمريض وقد تكون يعني مضرة للصحة. هذا بشكل عام موضوعنا لليوم. أستاذ عفرة، أيضا في هناك بعض الاعتقاد، لو يعني توضحي لنا وتوضحين للمستمعين الأعزاء عن موضوع يعني شرب الشاي أثناء الوجبة. راحت بعض هالنقطة في هناك أطعمة يجب تفاديها في الجانب أنه يعني هو فترة يعني يقوم على امتصاص الحديد والفوائد من بعض الأغذية اللي فيها نسبة البروتينات والحديد عالية. هاي الأطعمة هناك أطعمة يجب نتفاداها عند تناول هاي الوجبات لأنها تعيق امتصاص الحديد. عندنا مثل الشاي، القهوة، حبوب الكالسيوم، الحليب ومشتقات لأنها عالية بالكالسيوم، فيجب أو ينصح تناول هاي الأطعمة قبل ساعة أو بعد ساعة من تناول الوجبة الرئيسية. فهاي الأطعمة يجب تفاديها خاصة مش للناس السليمين، لكن خاصة للمرضى اللي هم يعانون من نقص الحديد الشديد، ننصحهم بالابتعاد عن هاي الوجبات أو هاي الأطعمة. نعم. أستاذ عفرة القطان، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير، شكرا لك. العفو أخي، مشكورة. مستمعينا الأعزاء، بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل بنستضيف الدكتور جلال نفش أخصائي أمراض السكري والغدد الصماء بمركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا عن الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا فيروس المستجد ومضاعفاته ومعلومات أكثر حول هذا الموضوع. ولكن مستمعينا الأعزاء خلكم معنا فاصل، راجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم
الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعين الأعزاء ومن خلال هذا البرنامج نستقبل آراءكم وملاحظاتكم وأيضا اتصالاتكم على الأرقام 600-551-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما أيضا مستمعين الأعزاء نذكركم بأن الاستفادة من الخدمات المميزة التي دائما هيئة الصحة بدبي أطلقتها كثير من الخدمات المميزة خلال الفترة، خدمة طبيب لكل مواطن وأيضا خدمة دوائي وأيضا خدمة الواتساب، ويمكنكم مستمعين الأعزاء الاستفادة من جميع هاي الخدمات وذلك بالاتصال على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي على 800-342. وأيضا نذكركم بموضوع التبرع بالدم تحت عنوان قطرة الدم تنقذ حياة إنسان، وأيضا مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاتصال على الرقم الموحد نفسه اللي هو 800-342 وأخذ الموعد والتبرع بالدم. ناخذ هذا الخبر مستمعينا الأعزاء من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن الالتزام بالكمامة السبيل لمنع موجات ثانية لكورونا فيروس. أفادت دراسة بريطانية بأن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن انتقال عدوى فيروس كورونا إلى مستويات يمكن السيطرة عليها فيما يتعلق بانتشار الوباء. ويشير أيضا البحث الذي قام به علماء من جامعتي كامبريدج وغرينتش في المملكة المتحدة إلى أن إجراءات العزل وحدها لن تحول دون ظهور موجة جديدة لفيروس كورونا الذي يسبب التهاب الجهاز التنفسي الحاد، لكن الكمامات بما في ذلك حتى المصنوعة في المنزل يمكن أن تقلل على نحو كبير معدلات انتقال العدوى إذا التزم بها عدد كافي من الناس في الأماكن العامة. وأيضا قال ريتشارد ستوت الذي شارك في قيادة الدراسة في جامعة كامبريدج تدعم تحليلاتنا ضرورة التزام الناس الفوري والشامل بوضع الكمامات، وأوضح أيضا أن النتائج تشير إلى أن استخدام الكمامات على نطاق واسع مقرونا بالتباعد الاجتماعي وبعض إجراءات العزل قد يكون وسيلة مقبولة للتعامل مع الوباء وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية قبل فترة طويلة من توافر لقاح فعال. ونشر طبعا النتائج هذه الدراسة في مجلة أعمال الجمعية الملكية البريطانية. مستمعين الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل بيكون معنا ضيف الدكتور جلال نفش من مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي، فخلكم يانا مستمعين الأعزاء فاصل وراجع. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج نستقبل آراءكم وملاحظاتكم واستفساراتكم واتصالاتكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأما الآن مستمعين الأعزاء وعن موضوع السكري، يعتبر مرض السكري من الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته السلبية كغيرهم طبعا من أصحاب الأمراض المزمنة، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الحرص واتباع الإجراءات الوقائية لتفادي العدوى بهذا الفيروس. للحديث مستمعينا الأعزاء عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور جلال نفش أخصائي أمراض السكري والغدد الصماء بمركز دبي للسكري. دكتور جلال صباح الخير. صباح النور، كيفك؟
أهلين دكتور، سعداء جدا الحقيقة باستضافتك اليوم والحديث عن المرضى المصابين بداء السكري، وهم أيضا الفئة المجتمعية الأكثر عرضة لإصابة الفيروس كورونا. دكتور، لو نتحدث معك بداية عن مرض السكري كفئة أكثر تأثرا بالمرض ومن غيرها من الفئات من فئات المجتمع وأسباب ذلك دكتور جلال. طب هلا المريض السكري الاحتمال الأكبر إنه هن يمكن ما عندهم احتمال أكبر إنه ينتقلون الفيروس، بس هن كفئة بيظهر عليهم الأعراض بشكل أكبر. فعليا مريض السكري تقريبا عنده ضعف الشانس، يعني عنده الاحتمال ضعف لثلاث أضعاف إنه إذا انتقلوا الفيروس إنه يصير عنده أعراض شديدة أو حتى الوفاة. فهذا يعني السبب الأساسي. هلا طبعا مريض السكري بيكون عادة، خصوصي إذا السكر ما هو منضبط، في عنده احتمال أكثر يكون الخلايا المناعية عنده عملها ما هو بشكل جيد، عنده الالتهابات بجسمه بتكون أعلى، وفي احتمال كمان إنه في مناطق ريسبتورز يعني مستقبلات بالخلايا نسيج الرئة اللي معقولة تكون متأثرة عن مرضى السكري اللي بياخدوا أدوية الضغط أو عنوان الضغط اللي هو 80 تقريبا بالمئة من المرضى، بيسهل دخول الفيروس. فهي يعني عدة أشياء بتصير بنفس الوقت، اللي هو أنه الفيروس احتمال يفوت أسرع، أنه الجسم مناعته أقل خصوصي إذا السكر منه منضغط، وأنه استجابة الجسم أو استجابة الالتهاب أو المناعية بتكون مخبطة. إذا انتقل الفيروس لمريض السكري فهو احتمال يمرض أكثر بكثير. صحيح. لهذا السبب دكتور يعني مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي، وبسبب أيضا الحديث اللي تفضلت فيه بالبداية بأن الإنسان المصاب بداء السكري هو أكثر يمكن عرضة، أو أنه يعني في حال التقاط للفيروس بسبب الجهاز المناعي ممكن تكون عنده مضاعفات أكثر من شخص آخر. لو تحدثنا دكتور جلال عن البرنامج العلاجي اللي يعني يتم علاجه للإنسان المصاب بداء السكري في مركز دبي للسكري، المعروف بأن يتم يعني علاج الإنسان ليس فقط من قبل الطبيب وإنما هناك فريق طبي متكامل، لو نتحدث عن هذا الجانب وأهميته يعني دكتور بخصوص المريض اللي مصاب بداء السكري إنه يؤخذ يعني الإنسان بجميع الجوانب، الجانب الطبي، الجانب الغذائي اللي أنا عارفه، جانب التثقيف الصحي، الرياضة، وأيضا الجانب النفسي. هلا بشكل عام هون المركز مخصص لمرضى السكري بشكل 100%. طبعا المريض بيشوف أخصائي سكري، وعادة طبعا السكري ما في انضبط إذا الإنسان ما عنده نظام معين بالأكل، بشكل أنه الإنسان يكون حذر قدر الإمكان. طبعا الإنسان ما بنجبره على نظام معين، بس يعني لازم يقدر الإمكان يفكر، لأنه أوقات في إنسان عنده تفكير معين أنه طريقة الأكل ما فيها مشكلة هي تكون فيها. فالتثقيف يعني جدا مهم، يتعلم شلون ياخذ ادويته بتوقيت صح، شلون يضرب مزدره، لانه في كثير مرضى بيكونوا مثلا عن الانسولين 10 سنين وحتى طريقه الحقنه بتكون خاطئه. طبعا اذا في مشاكل من ناحيه القضم في اخصائيه للقضم، وطبعا فحص الشبكيه لازم يتم بشكل دوري على الاقل مره بالسنه. فيعني بنحاول قدر الامكان انه نعملها بطريقه متكامله. هلا طبعا هو الهدف انك طبعا مو بس تضبط السكر، لانه مريض السكري عنده احتمال امراض القلب اكثر وكذا، فانت بهمك انه كمان تضبط السكري والكوليسترول والمشاكل الثانيه اللي طبعا مشان تخفف احتمال مشاكل القلب. هلا اذا نجي موضوع كورونا، لانه هلا كل الناس بتحكي بموضوع الكورونا، يعني هو مثل اي فيروس ثاني. فطبعا المريض لازم يعرف انه لازم يكون سكره مضبوط. يعني بنهاية الامر اذا الانسان ضبط سكره، فحتى لو تعرض لشخص مصاب بالفيروس سواء الكورونا او حتى الانفلونزا او اي فيروس ثاني، فهو احتمال يصير معه مشاكل سيئة او اعراض سيئة اقل بكثير اذا مضبط امور سكره.
وطبعا لازم نتابع السكر. في كثير مرضى للاسف يعني بيجوا ما بيكونوا عم بيفحصوا سكرهم مع انه بطلب مره ومرتين ثلاثه، لانه كثير اوقات مريض السكري سكره بيزيد حتى قبل ما يمرض. يعني مثلا بيكون مريض سكره 110-120 وفجاه بصير 200، فاوقات السكر بيزيد قبل ما يمرض، قبل ما يصير معه حتى رشح او قبل ما يصير معه مشكله باسنانه. فيعني الانسان لازم يكون حذر ويراقب، لانه اذا لقى في تغير لازم نعرف ليش صار، رقم واحد لازم نعالجه. اوقات تكتشف سببها بتعالج فترة بكثير. يعني جدا مهم الانسان يضبط سكر، مو انه اذا عنده يعني مريض سكر اذا سكره مضبوط اموره ممتازه عاده خطره ما حيكون عالي جدا مثل انسان الامور ما منضبطه. صحيح. ولهذا السبب دكتور يعني البرامج العلاج اللي تتفضل فيه يعني اللي يتم يعني متابعة حالة الإنسان المصاب بداء السكري، الهدف مثل ما تفضل دكتور بأن نحن نمنع يعني حدوث أي نوع من المضاعفات للإنسان المصاب بداء السكري، فلهذا السبب يتم يعني متابعته من جميع الجوانب، يعني من الجانب العلاجي ومن جانب التغذية، جانب فحص يبكية العين القدم والجانب التمارين الرياضية، وأيضا الجانب المهم قد يكون النفسي. فلهذا السبب يعني المفروض مثل ما ذكر دكتور جلال بأن يعني إذا كان الشخص عنده سكر ولكن عنده مستوى السكر التراكمي في معدلات الطبيعية، معناته أنه حتى لو أصاب سواء بأي فيروس مثل ما تفضلت، سواء فيروس كورونا أو أي فيروس آخر، فيعني الخطورة تكون أقل عليه إذا كان يعني مستوى السكر التراكمي مش في معدلاته الطبيعية. بالضبط. دكتور جلال أهم شيء. تفضل. تفضل. يعني الإنسان بيكون حذر، بده ينتبه. إذا طبعا صار معه حرارة لازم كيد يراجع. طبعا هي الأعراض الإنسان لازم ينتبه لها. طبعا هي أنت بتعرف الحرارة والسعال ككورونا، بس طبعا إذا صار في بيئة نفس أو وجع بالصدر يعني لازم فورا ينفحص، لأنه هي معقولة تدر إنه المريض بلش تصير عنده أعراض خطيرة أو التهابات الرئة نفسها. أغلب المرضى ما حتكون معهم المشاكل السيئة، بس طبعاً أنت تجنب قدر الإمكان، وإذا بلش أي أعراض إنه أوقات مريض بلش معه شوية حرارة أو بيقول إنه رشح عادي، بس طبعاً إذا صار في بيئة نفس أو وجع بالصدر يعني فوراً لازم يتوجه لينفحص وعلاج، لأنه ما بده يطول عن الموضوع. نعم. أيضا دكتور لو نتحدث معاك عن يعني المضاعفات التي تترتب على إصابة مريض السكري بالعدوى، يعني نحن ذكرنا بأن إذا كان يعني الإنسان اللي مصاب بداء السكري مستوى السكر التراكمي عنده في معدلات الطبيعية، فمعنات المضاعفات بتكون أقل. فخلنا نقول إذا كانت المستويات السكر يعني مش في معدلاتها الطبيعية، كيف بتكون المضاعفات دكتور بالعدوى؟ هلا طبعا حتى لو الواحد سكره طبيعي ومضبوط، وحتى لو ما عنده سكري طبعا في احتمال تصير مضاعفات سيئة، بس الاحتمال أقل جدا. صحيح. فالمضاعفات الأساسية اللي هي طبعا بتخاف منها هي أوقات بتصير acute respiratory failure، يعني قصور تنفس شديد، وهدول تلاقي أوقات المرضى اللي بنوضعوا على جهاز تنفس. في مرضى بصير معهم التهاب رئة أو التهاب رئة ثانوي، يعني بصير معهم مثلا التهاب بكتيريا رئة إضافة للالتهاب اللي له علاقة بالكورونا فيروس. طبعا الشيء الخطير الأسوأ بكتير طبعا في مرضى، طبعا ما بتصير بس من كورونا، بتصير من أي مرض سيستميك، أي مرض جهازي، بصير شغلة اسمها ARDS Acute Respiratory Distress. وطبعا أي وقت بتكون الأمور الرئة جدا damaged وصار في تراكم بالفلويد إلها بالسوائل. في طبعا كثير معلومات إنه في مرضى بصير عندهم مثل خثرات سواء بعدة أوعية وأوقات حتى بأوعية الرئة، وفي مرضى بصير معهم مثل نزف بجوات الجسم internal bleeding، وطبعا بيؤدي لفشل بالأجهزة. يعني معقولة يصير عندك فشل بالكلاوي، معقولة يصير في injury أو تعرض للكبد. طبعا في داتا على موضوع القلب، في ناس بصير معهم مشاكل
بنظم القلب ونقص البوتاسيوم. ف يعني هي بشكل عام هو كأن يعني كأنه أي التهاب ثاني، بس طبعا الفرق أنه في كثير معلومات من الأوتوبسي أنه في خثرات عم تتكون بالجسم وسواء بالرئة، وطبعا وتوصل الأمور للمرحلة هي طبعا بتكون مرحلة جدا سيئة. يعني لذلك الإنسان أول ما يبلش يصير أي شعور بضيق نفس أو ضغط بالصدر يعني فورا ما يتردد ينفحص، لأنه وإلا الأمور معقولة تطور بسرعة فجأة. صحيح. أيضا دكتور يعني اللي فهمت من كلامك بحيث أنه يعني ضروري جدا مهم على الشخص المصاب بداء السكري دائما المتابعة مع الفريق الطبي المعالج، ودائما لابد أن يعني يأخذ المريض بعين الاعتبار الإرشادات اللي يتم إعطائه لها من الفريق الطبي المعالج. دكتور جلال، لو نتحدث عن موضوع الفحوصات اليومية، طبعا دائما الطبيب يتم يعني نصح المريض بعمل فحوصات يومية، مثل ما انت تفضلت في بعض المرضى ما يتبعون الإرشادات بأن يعمل مثلا حسب الإرشاد الطبيب فحص يومي أو أكثر من مرة في اليوم. ما أهمية هاي الفحوصات اليومية وشو تعطي انطباع حق الفريق الطبي المعالج لإدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري؟ هلأ من عدة دراسات واضح جدا أنه حتى لو ما في تغيير بالعلاج، يعني أنا إذا بيجي مريض سكر التراكمي مرتفع معدل سكره عالي، بمجرد بس يفحص سكره التراكمي بيتحسن حتى لو ما في تغيير بالعلاج. والسبب أنه وقت الإنسان يفحص سكره بيلاقي تأثير نمط حياته على السكر، يعني مثلا بروح بيأكل أكلة ثقيلة وبيتقل بالحلو وبيلاقي سكره مرتفع، فهو فعليا صار يعرف شلون سكره عم بيتأثر. طبعا وقت الإنسان ما يفحص سكره مثلا عم بياخد حبوب أو أوقات بياخد حتى حبوب الأبر، فهو بالنسبة له كأنه عم بياخد حبوب أو فيتامينات وما بيعرف شو عم بصير، وبينتظر لثلاث شهور ليشوف الدكتور ليعمل تراكمي، والدكتور معقول يقول له والله سكرك عالي وبيقول له بحاول غير الأكل بس ما بيغير شيء. طبعا وقت تصير يفحص سكر فالأمور جدا تتغير لإله ولإلنا، لأنه بصير نعرف سكره شلون بتغير مع الأكل، فبصير نطلب المريض يفحص أوقات قبل الأكل أوقات بعد الأكل. طبعا مو كل مريض لازم يفحص يعني أربع مرات اليوم، يعني أغلب المرضى على الحبوب عادة مرة يوميا هي أمر كافي جدا للفحص، ما يحتاج لفحص أكثر من هيك، وبصير أوقات تفحصوا صباحا أوقات بعد الوجبات ساعتين أو ساعة. طبعا إذا مريض سكري بيحتاج إنسولين فأوقات يحتاج يفحص مرة باليوم لحد الأربع مرات. فطبعا الفريكونسي أو عدد مرات اللي الواحد لازم يفحص يعتمد على وضع المريض، إذا بياخد حقن إنسولين أو لا، إذا عم بصير معه هبوط سكر، وطبعا إذا في سكر حمل أو مرأة سكري صار في حمل طبعا الفحص بيكون لازم يكون أكثر بكثير، يعني بصير بنفحص عادة قبل الوجبات وبعد الوجبات. صحيح. وأيضا دكتور جلال الحابين إحنا الحقيقة نسمع يعني من الأشياء المميزة والمبدعة في مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي والخدمات اللي تقدم اللي هو متابعة المرضى. دكتور دائما هناك في يعني برنامج متابعة المريض بشكل مستمر، يعني إذا نقدر نقول عن بعد يتم متابعة المريض ويتم أيضا يعني استقبال الفحوصات اليومية للفريق الطبي المعالج سواء الطبيب أو حتى أخصائي التثقيف الصحي لمعرفة حالة المريض وهو في المنزل. لو تحدثنا عن هذا الجانب دكتور، كيف أنتم تتابعون الشخص يعني وهو في البيت عن قراءاته وإعطاء النصح على أساس أنه يتم دائما هو في وضع يعني غير قلق ويتم دائما يعني مستوى السكر التراكمي عنده منتظم؟ هلا يعني طبعا في مرضى ما بتحب تتابع وتطلب منه، يعني هلا بشكل عام أي مريض بيجي أموره ما أنا مضبوطة فأنت بتغير العلاج ومنطلب انه يفحص سكره ومنطلب انه يبعث ارقام السكر. هلا عادة يفضل يبعثها عن طريق الايميل، فهنا فعليا بيسجلوا ارقام على ورقة او بيبعثوها ديركتلي من الجهاز السكر، فمعقول ينشدك عن طريق التليفون بشكل ديركتلي بتجي ارقام السكر.
مع رقم ملف المريض ومن خبره على التليفون انه مثلا غير العلاج، زيد العلاج، نقص، او اذا المريض على انسولين تغيير الجرعات. الا اذا مريض مضبوط فعادة بنقول له ما دام سكرك ممتاز ما انك مضطر تبعث الارقام. هلا في اوقات في مرضى مثلا ما بيقدر يجوا او لبعد المسافه او كذا، طبعا كمان نطلب منهم يبعثوا ارقام السكر. بتمنى لو المرضى بيلتزموا اكثر ببعث الارقام، اوقات المرضى ما يبعثوا ارقام وقت يجوا زياره مره ثانيه بنقول له خلص منك تبعث الارقام. هلا بعث الارقام جدا مهم، لانه انت اذا مثلا غيرت العلاج لمريض ومثلا المريض ما قدران يجي لثلاث اشهر او اربعة اشهر، ففعليا انت غيرت العلاج وما شفت نتيجة العلاج لاربعة اشهر، والمريض اذا سكره ما انا مضبوط مع تغيير العلاج، فانت فعليا حافظت على سكره مرتفع لثلاث اشهر. ف يعني يفضل المريض يتابع بهالطريقة ويبعث ارقام مشان سكره ينضبط فورا والامور تتحسن. اضافة الى طبعا اذا المريض لقى سكره مرتفع فعادة ما أقول يصير شوي يهمل أكثر، لأنه بيحس إنه ما تغير شيء. فأي مريض طبعاً بطلب منه إنه إذا أمورك ما ضابطة أو إذا غيرنا العلاج إنه لو تسمح إنه تبعث لنا أرقام، لأنه هذا بيساعد جداً. طبعاً بنحاول كثيراً إنه يبعث الأرقام لدكتور التصريف الصحي ونعمل له مواعيد أقرب مع دكتور التصريف الصحي، أو بخبره على التليفون إذا المريض طبعاً ما بيقدر يجي لعدة أسباب. عم نحاول هلا تقريباً كبايلوت ما بلش، إنه نبلش كمان عيادة فعلياً بتكون يعني عن طريق الابليكيشن تبع ماي تشارت، إن شاء الله بسمر منيح وبصير في مرة بنعمل لهم زيارات. فعلياً إذا مريض عمره كبير أو ما بيقدر يجي أو مسافة بعيدة فنقدر نشوفه ويشوفنا ويبعث لنا أرقام السكر ونغيره للعلاج، وطبعا العلاج وقتها بينبعث بالزاجل أو بالسلطة. صحيح دكتور جلال، إذا من يعني كانت كلمة أو نصيحة تحب توجهها لأفراد المجتمع وبالأخص للمرضى المصابين بداء السكري خلال هاي المرحلة؟ هلا يعني مرض السكري شائع جدا، مرض مزمن طبعا، ما لازم الانسان يكتئب او يعني انه يعتبرها شغله سيئه. علاجه في له علاجات متعدده، بس تتطلب من الانسان شوي يكون حذر. طبعا هذا بينطبق على اي شخص ثاني حتى لو ما عنده سكري. وطبعا اي مشاكل من ناحيه اختلاطات من السكري نفسه او اذا السكري ما له منضبط، طبعا لازم يراجع طبيبه وما يعني يهمل بالموضوع، لانه الإنسان في كتير اختلاطات من الإهمال. وطبعا بسبب موضوع الكورونا هلأ طبعا الإنسان لازم يكون حذر، لازم يفحص سكره، وإذا لقى سكره ما هو مضبوط طبعا يفضل يراجع الطبيب المعالج. صحيح دكتور جلال نفش، أخصائي التغذية، أخصائي دكتور جلال نفش أخصائي أمراض السكري والغدد الصماء بمركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتور، شكرا جزيلا، شكرا على خدماتكم المميزة الحقيقة في مركز دبي للسكري. الله يخليك، مع السلامة. شكرا مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأذكركم دائما مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أيضا أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أشكر فريق العمل معي اليوم، كان في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، في التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبدالله جمعة، إلى أن نلتقي معكم إن شاء الله يوم الأحد في نفس الوقت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.